السلام عليكم. اليوم راح نتكلم على الأحياء الجديدة في مدينة البويرة والتهيئة العمرانية، وأنا ننطلق من هنا من الجهة الغربية لمدينة البويرة ونشوف أن الأحياء ما شاء الله فيها عمران، لكن التهيئة تبقى ضعيفة، والغبار في كل ما على أطراف حواف الطرقات. نلاحظ بأن الأرصفة هنا تعتبر رديئة جدا، ونشوف هنا الأحياء المعمار هذا يا والله هي يعني النمط العمراني للسكان، يعني لازم تكون حلول ترضي الجميع. يعني ما نقدرش ندير معايير هندسية مكلفة في السكن الاجتماعي، سكنات اجتماعية، إذن لازم نلقى حل وسط بين التكلفة اللي ترضي الساكنة ونراعي نمط عمراني مقبول. هنا معليش نشوف يعني حي كبير ما شاء الله، أشجار ما شاء الله، لكن دائما غياب غياب المساحات الخضراء، غياب المساحات الخضراء. وهنا نشوف هنا مثلا رانا في طريق سيار وسط الحي، لكن هذا الجليسيار من جانب الرصيف، يعني المفروض ما يكونش فيها جليسيار، هذيك لا جليسيار دو سيكوريتي، المفروض يكون فيها رصيف عريض ما شاء الله، واشجار وإنارة طول الرصيف، على طول الرصيف من الجهة اليمنى، ومن الجهة من هي من الجهة اليسرى، لأننا رهنا يا رانا في وسط عمراني، ولا بد لا بد هذو اللي المخططين هذو لازم يراعيوا قضية التواصل 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 ثم التواصل بين الفضاءات نتاع المدينة، لازم يكون فيه تواصل، لأن الطريق هذا الطريق السريع ويعتبر حاجز بين يقسم المدينة إلى جزئين، وهذا غير مرفوض يعني في التصور نتاع المدن في كل أنحاء العالم، مش غير هذه قضية مهمة جدا نتاع التواصل بين الفضاءات نتاع المدينة الواحدة. إذن هذا يا إما يديروا ممر سفلي تحت الطريق، يا إما يديروا محولات في الوسط كل 200 300 متر، يديروا محول دائري اللي يجعل السيارة تنقص من السرعة. هذه الفكرة، هذه يعني فكرة جهنمية، القانونيين والمخططين اللي يديروا القوانين المرور وكذا يحاولوا يحميوا اللي راه في السيارة، يحميوه، يهيئوا له الطريق المزدوج وباش يدير السرعة، ويديروا له لاغليسيال منه ويديروا لاغليسيال من هيه باش يدير السرعة، هو محمي وراه في داخل سيارته. أما الراجلين لي بيتون او ديابل، لا رصيف مهيأ، لا مكان اللي يمر فيه يقطع الطريق. شوف كيف راهم يمشوا الناس، هذا التفكير خاطئ. نخمم اكثر على السياره، نضمن لها الطريق مزدوج، ونبروتيجيها بالجليسيير باش تدير السرعه، نحفزها باش تزيد تدير السرعه اكثر، لو بيتون نخليه يدبر راسه. المفروض بالعكس، المفروض بالعكس
مفروض نهيئ الرصيف للبيتون، وندير الرصيف نديرو عريض، وندير الاشجار تاع الظل، وندير الاناره، وندير لي باساج اني كلوتي، ونديرو لي باساج وين يمر وين يمروا المشاة. والطريق نكسرها، لازم نكسر الطريق هنا، نقسمها على اجزاء، ندير محول في كل بين كل جزء، ندير محول باش نكسر السرعة نتاع السيارات. هذا التنظيم تاع التسيير في هذا نتاع المرور في هذه المنطقة، في المدينة هذه الجديدة، الحي الجديد تاع البويرة، يعتبر كارثي. هذا يعتبر وحشي، هذه منطقة وحشية، الإنسان ما يقدرش يتحرك هنايا، الراجلين ما يقدرش يتحركوا هنايا. وخلينا الزبالة هذه في كل مكان، ما مفروض هذه المساحات اللي تبقى هنايا نديروا لها غازوناج، نخدموا لي طالو، نعاودوا نسقموا لي طالو هذوك، نسقموهم نخدموهم مليح، نسويوهم ونديروهم دي زيسباس فير، دي بيتي بيزاج شابين، افيك دي زارب ريسو من دي زيسباس وين الناس تقعد وين الناس تتحرك. اما الطريقة هذه نتاع التعمير تعتبر خاطئة خاطئة ثم خاطئة. نشوف هنايا ما الفضاء هذا كله وكأنه معمول للسيارات فقط، وهنا حتى الأرصفة مش مخدومة، يعني ما زلنا في هذا المشكل هذا. والزبالة على أطراف الطرقات، نلاحظ بأن الحركة العمرانية ما شاء الله ما شاء الله. نشوف هنايا بنايات خاصة أظن تلقائية، ونشوف هنا في الأفق حي آخر، حي آخر كبير ما شاء الله، يبان كبير. سوف نذهب إليه كشنهار، والسلام عليكم.